أريد أن أؤكد بأن هذه الذكرى ما هي إلا ذكرى حسنة، كما نفرحها ونفتخر بمن كانوا معنا قبلنا بعد الإسلام، كذلك نحتفل بمن كان من قبلهم. فما كانت الجاهلية يوما في اليمن، وقد أشار إليها شاعرنا أعلم بما يكفي أن يقال عنه أبدا، يعني عبدة القمر وعبدة الشمس وعبدة النجوم، كان ذلك بحثا عن مأوى للإنسان، لروح الإنسان الذي يعني خلق على هذا الأرض، كان يبحث من وراء هذا الكون الذي وجد ووجد فيه الإنسان. الإنسان هو كل شيء، فإذا تحدثنا عن الأديان وقد كان له بصمتهم المحمودة سواء في العادات وفي القوانين وفي التقاليد وفي البناء وفي كل الأشياء التي تهم الإنسان، وما تلك الحضارة التي وجدت وكونت وتكونت إلا بوجود تلك الفئة. والأديان ليسوا شخصا وإنما هي أمة، وإذا كان هناك شخص يدعى فهو قائد، ولكنه قائد هذه الأمة وليس هو الوحيد الذي فعل كل شيء، لكن الأمة التي هي صنعت كل المعجزات. وهناك معجزة ولا أنسى هنا أن أشير إلى خطبة الجمعة لخطيبنا الجمعة هذه التي مرت، وتحدث عن سليمان والهدهد، وكلمة قبل أن يرتد إليك طرفك، فمعنى ذلك في علم ربما كان هناك ربما يمكن تليفون مرئي أو أي شيء من هذا القبيل، هو علم وليس لقطة. وإن كان تعبيرا فكان الخطيب ركز على هذه الكلمة والكلام عن هذه الأرض الطيبة التي نحن نحتفل فيها، ونتحدث عن ذلك التاريخ الذي مدده القرآن الكريم. على كل حال إخواني وأعزائي، أرجو أن يكون لهذا اللقاء امتداده التاريخي كتابة وثراء لهذه الأشياء التي يجب أن لا تغيب عن الذهن. ولستم أنتم السباقون، ولقد كتب المؤرخون الذين كان لهم اهتمامهم بالأجيال وبالقبائل اليمنية والحميري والهمداني، وكثير من الناس تحدثوا عن هذه الأشياء. لا يمكن أن يكون هناك ردود فعل بالنسبة لمن كتبوا، ومنهم وها يعني كلامهم يعتبر فتوى، وأرجو أن يراجعوا هذه المواقف. المواقف ليست عرضة إلى الجاهلية ولا إلى العبودية ولا إلى شيء من الجاهلية، إنها يجب أن نتحلى بها جميعا، ونحن في غرفة يعني الحديث حيث القليل